اهلا بكم مشاهدينا في برنامجكم منشط احمر معي انا ايناس حليم، ونبدا من اهم المنشطات. مجالس محافظات تحدد موعد جلساتها الاولى، العراقيون على موعد مع اسبوع ساخن. ايضا في ملفنا الثاني، ملف الطلبات العراقيين في لبنان يتفاعل، تنديد بسمسرة الشهادات وتساؤلات عن رصانة التعليم. أيضا في ملفنا الثالث، أكثر من 5 مليارات يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، ما المكاسب المتحققة لبني الإنسان؟ الموسم الانتخابي بما فيه من أحداث، وجاء موعد الجد. مجالس محافظات تحدد مواعيد أولى جلساتها ليكون الأسبوع المقبل ساخنا بالكثير من الفعاليات السياسية، وسط دعوات لتجنيب المجالس سيناريوهات سابقة شوهت عملها بسبب الانغماس في الصفقات المشبوهة والانشغال بالمصالح الشخصية والحزبية دون المصلحة العامة. لكن ما الذي ينبغي على المجالس الجديدة فعله؟ مختصون في الشأن العراقي يرون ضرورة بدء مرحلة خدمية واسعة وإعادة ثقة المواطن بتلك الحكومات عبر تحسين وقعه وتقليل نسب الفقر والبطالة وتطوير المشاريع الصحية والخدمية والالتفات إلى البنى التحتية المهترئة. ما يمكن أن يجعل هذا المسار واقعا حسب معنيين هو فسح المجال أمام الفائزين في المحافظات لتشكيل الحكومات المحلية وعدم مزاحمتهم على استحقاقهم الانتخابي والمحافظة على أصوات ناخبيهم، وسط تحذيرات من الالتفات على الرغبات الجماهيرية وعدم الاكتراث لها. نتابع ثم نعود. أسبوع حافل بجلسات المجالس المحلية الجديدة بعد أن حددت بعضها مواعيد جلساتها الأسبوع المقبل، تمهيدا لمرحلة اختيار المحافظين وتحديد المناصب العليا. سبق ذلك لقاءات متعددة لقادة الكتل السياسية حول آلية تشكيل المجالس الجديدة وتوزيع المناصب فيها، وسط مطالبات بضرورة الالتفات إلى الرغبات الشعبية ومنح الفائزين الفرصة في تسلم استحقاقهم من المناصب وعدم مزاحمتهم عبر التحالفات المبنية على المحاصصة وتقاسم المناصب. وحددت محافظة البصرة موعد انعقاد أولى جلسات مجلسها الجديد لتكون يوم السبت المقبل في مبنى حكومة البصرة المحلية. كما دعا محافظ كربلاء نصيف الخطاب إلى عقد أول جلسة للمجلس الجديد يوم الأحد المقبل على قاعة مجلس المحافظة وحسب الإجراءات القانونية. ومع قرب انعقاد جلسات المجالس تصاعدت التحذيرات من خضوعها للمعادلة السابقة والابتعاد عن تقديم الخدمات للمواطنين والانغماس في جدال سياسي لتحقيق المنافع الشخصية، وهما سينعكس سلبا على المحافظات وواقعها الخدمي. وفي هذا المنشط ينضم معنا الباحث في الشأن السياسي السيد نجم القصاب، وأيضا عضو دولة القانون عمار كاظم. أهلا بكما. أبدأ معك سيد نجم، يعني الآن وبعد المصادقة على نتائج الانتخابات واكتمال كل المراحل القانونية والإدارية المتعلقة بسير الانتخابات، هل القوى السياسية اليوم مستعدة لتشكيل الحكومات المحلية؟ تفضل. شكرا، تحية للضيف الكريم ولكل متابعيكم الكرام. لا أعتقد صعب جدا في هذه المعادلة وفي هذه المرة، خصوصا هناك شخصيات قد تصدرت وتزعمت كتل سياسية وفازت. على سبيل المثال يعني السيد المهندس نصيف الخطابي ترأس كتلة سياسية وقائمة انتخابية وحقق الأغلبية، لكن لا يستطيع وحده أن يشكل حكومة أو اختيار محافظ أو رئيس مجلس محافظة ما لم يتفق مع أعضاء قد فازوا في الانتخابات، وكذلك حتى في البصرة وفي الكوت. وبالتالي صعب جدا حتى هذه الكتل السياسية التي تقدمت وشاخت والآن تراجعت وتلاشت، خصوصا في الانتخابات الأخيرة وحتى انتخابات 10/10/2021 التي فاز فيها التيار الصدري، ولكن كل المؤشرات والمعطيات تحاول هذه الكتل السياسية
التي تصدرت مجالس المحافظات والمناصب التنفيذية منذ 2005 إلى هذه اللحظة يشعرون بالخسران ويشعرون بالتنازل ويشعرون بالتراجع، مما يجعلون أن يتوافقون ويتفقون في محافظات لربما هذه الأحزاب لديها مقعدين في محافظة ويحصلون على منصب محافظ بالتوافق طبعا مع الكتل الأخرى التي ستمنح لهم هذا المنصب أو ذاك المنصب في المحافظات الأخرى. وأعتقد صعب جدا نغادر هذه المحاصصة المقيتة التي سبت البلاد وجعلت حقيقة يتدهور العراق طيلة السنوات الماضية بسبب اللصوصية والسرقات والتجاوز، وجعل البلد يخرج من مأزق إلى مأزق. وأعتقد المرحلة المقبلة ستكون توافقات أسوة بتشكيل الحكومات السابقة. طيب سيد نجم، يعني هؤلاء الذين يعني فازوا في الانتخابات كما ذكرتهم المحافظات الذين يعني حصلوا على أصوات عليا، كيف لهم أن يحافظوا على أصوات الناخبين ويشكلوا حكومات محلية دون مزاحمة استحقاقهم الانتخابي ودون المحاصصة؟ ماذا أسمع الصوت سيد نجم، هل تسمعني؟ الآن سمعت، نعم. نعم، يعني أنت تحدثت في بداية حديثك عن الذين فازوا في الانتخابات والذين حصلوا على أعلى الأصوات في المجالس المحلية، لكن كيف لهؤلاء أن يحافظوا على أصوات الناخبين ويشكلوا حكومات محلية دون مزاحمة استحقاقهم الانتخابي ودون يعني المحاصصة المقيتة التي تحدثت عنها؟ صعب جدا. يعني أنت أولا، هي المحاصصة هي تخادم متبادل بين الأحزاب. هذه الكتل أو هذه الشخصيات التي فازت في ثلاث محافظات، يعني حتى لو شكلوا حكومات صعب جدا ستكون لربما معارضة قوية داخل مجالس المحافظات، وهذه المعارضة سوف تكون لن تكون معارضة إيجابية صحية، وإنما تكون معارضة سلبية عكسية من أجل عرقلة عمل المحافظ. يعني في كربلاء أعطيك مثلا، السيد الصيف الخطابي حينما نجح، حينما تم حل مجلس المحافظة، وحتى السيد محمد المياحي في الكوت، وحتى السيد أسعد العيداني في البصرة، هؤلاء نجحوا. أولا هؤلاء لم يأتوا من عباءة الأحزاب، وثانيا أصبحوا قريبين من الناس ومن المواطن الكربلائي الواسطي البصراوي، مما جعلوا أن يتحركون بمساحة واسعة وشاسعة، مما حققوا إنجاز. أنت شو وقت الآن يعرف المسؤول ناجح؟ حينما يكون لديه منجز. وأنا دائما أقول ونكرر، بقدر المنجز يقاس الساسة، ليس بقدر الشعار. شبعنا طيلة السنوات الماضية شعارات وتبريرات من هذا وذاك، لكن أنا أرى المرحلة المقبلة إذا استطاعت هذه الشخصيات أن تشكل الحكومات المحلية، أعتقد سيحققون أكثر وأكثر. الأحزاب تتخوف، نتحدث بصراحة اليوم حتى يعني داخل الحكومات الاتحادية. يعني اليوم السيد محمد السوداني حينما قدم منجز في السنة الماضية أو عمل بالبناء والإعمار والاستثمار، هل تتوقعين بأن الكتل التي جاءت به سوف تقدم له دعما حقيقيا؟ لا بالتأكيد، لأن كل الكتل السياسية لا ترغب بصناعة زعيم سياسي جديد. الزعامة كيف تعرف؟ عندما يتم تحقيق الإنجازات للمواطنين وللشعب العراقي. نعم سيد عمار، يعني كما تحدث سيد نجم قال أنه لن تتحقق تشكيل مجالس المحافظات دون المحاصصة ودون معرقلات، لكن أنت اليوم هل نتوقع أن تكون هنالك عمليات التفاوض على تشكيل الحكومات المحلية؟ إلى حد كبير ستكون معقدة، وإذا كانت معقدة هل سيشمل هذا التعقيد كل المحافظات أم سيقتصر على محافظات محددة؟ تفضل سيد عمار. السلام عليكم وعلى مشاهديكم وضيفك الأخ العزيز القصاب. أهلا بك. والعاملين معكم طبعا. أولا يعني المنجزات التي حققها الأخوة المحافظون طبعا قطعا هي ليست لمنحة شخصية لهم، وإنما ولا هي بجهودهم الذاتية، وإن كانت هناك بصمة لبعض الأخوة المحافظين، ولكنها أيضا كانت بدعم للقوى السياسية.
ولذلك عندما نتحدث عن النجاحات يفترض أن نأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، أن النجاح المتحقق في بعض المحافظات وربما في كلها ربما بمستويات مختلفة يرجع إلى دعم القوى السياسية والتي نجحت في استحصال ربما دعم مالي وسياسي وكذلك اللوجستي لبعض المحافظات لتنجح وتحقق مستويات من العمل. موضوع وجود، وأنا أتمنى أنه لا يعني نشير إلى أنه ضرورة أن تكون هناك كما قرأت في بعض العناوين الآن وصرح أستاذ القصاب أن تكون هناك معارضة إيجابية حقيقة يفترض بمجالس المحافظات أن لا تنقسم إلى قسم معارضة وقسم عامل، وإنما يجب الكل يقومون بأداء ومراقبة الأعمال التنفيذية والاقتراب من المواطن وتوزيع المسؤوليات فيما بين القوى السياسية، وأن نبتعد عن موضوع إيجاد معارضة بأي شكل من الأشكال داخل مجالس المحافظات والحكومات المحلية، لأنها ليست مسؤوليات سياسية وإنما خدمية تريد أن تقدم حقيقة للمواطن وتوصل يعني خارطة وعمل الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية، وهذا هو الذي يعني يعطي الآن تعقيدا بنسبة متفاوتة من محافظة إلى أخرى في موضوع إنجاز ملف المحافظات والحكومات المحلية. يعني سيد عمران عذرا، هذا ما موضوع على الورق، لكن هل اليوم تستطيع تلك مجالس المحافظات تحقيقها على أرض الواقع؟ نعم، يعني هناك الآن هناك توجه لأن يجب تمثيل القوى السياسية كلها أو كلها عفوا في كل محافظة المحافظات، بمعنى أنه توزع المناصب في داخل السلطة المحلية والحكومات المحلية وأجنحتها العاملة بين سواء تحدثنا عن مجلس المحافظة أو حكومة أو المحافظ نواب المحافظ بين القوى السياسية. هذا حقيقة ربما يعطي ملمح لأنه هناك جهد سيكون أكثر تنافس حقيقي في تقسيم الجهود، لأنه كل قوة سياسية بما أن لها يعني حصة في المحافظة فإنها ستحاول قدر الإمكان أن تهيمن وتكسب الشارع وتكسب الرأي العام، مما يدفعها إلى تقديم يعني خدمة للناس. وأعتقد من هذا ممكن أن ينفذ الناس إلى الحكومات ويحققون مطامحهم وأهدافهم، وهذا حقيقة يعني ملمح إيجابي ربما وإن تأخر الموضوع. أنا ولو يعني هو لحد الآن موضوع الملف من الناحية الزمنية يعني لحد الآن نحن نسير في. نعم سيد عمران، سيد عمران أسمعك، يعني سنعود الاتصال بك سيد عمران. لكن سيد نجم، يعني هل نتوقع أن مجالس المحافظات ستحل أو ستشكل من أول جلسة؟ لأن هنالك منذ أيام تجري القوى السياسية حوارات مكثفة حول المناصب العليا، هنالك تخوف في الشارع العراقي حول كل ذلك الموضوع، خصوصا أن بعض المحافظات لديها رغبة بأن تلك القوى بعدم السماح للفائزين في المركز الأول بتشكيل الحكومات المحلية أو تحديد منصب المحافظ تحديدا. أنا أعتقد هم أدوا القسم اليمين كلهم، يعني كل الذين فازوا في مجالس المحافظات، وصعب جدا تحسم كل المحافظات باختيار محافظ واختيار رئيس مجلس المحافظة. واليوم أكو شعور عند المواطن العراقي، يعني نحن عملنا استطلاع في مركزنا مركز المورد للدراسات والإعلام منذ أكثر من 3 سنوات، كان هناك شعور عالي ونسبة عالية عند المواطنين مع حل مجالس المحافظات. أولا الأعداد، مجالس المحافظات أعداد كبيرة وكثيرة وفيها امتيازات وفيها يعني كثير من الامتيازات التي يحصل عليها عضو مجلس محافظة وهو لا يقدم شيء. يعني اليوم نحن كلنا نتحدث في مكافحة ومواجهة الفساد والفاسدين، ينبغي على السلطة التشريعية أن تكون هناك قوانين تصب في مصلحة الناس. مثلا المصلحة الناس ما هي؟ يعني اليوم ما مجبور اليوم الوزير أو المدير عام أو وكيل وزير لديه عشرات من السيارات من الحمايات ومئات من الحمايات من الشخصيات وحتى المتقاعدين. يعني نعلم ونعرف رؤساء وزراء وجمهورية سابقين وأسبقين لديهم عشرات من الحمايات وهم لم يدخلوا إلى العراق. يعني أحد رؤساء الوزراء
منذ 5 سنوات لم يدخل إلى بغداد، لا عن طريق المطارات ولا عن طريق النقل البري، ولديه أكثر من 44 من الحمايات. هؤلاء كلهم يتقاضون رواتب بملايين الدنانير، بينما نحتاج إلى توفير لأدوية السرطان والمرضى الذين يحصلون على دواء مزمن، وكذلك حتى الفقراء والمساكين والمدارس وكثير من هذه المستشفيات. أنا أعتقد نحتاج إلى نهضة ونحتاج إلى صحوة، نبتدئ من تقليص المناصب إلى النصف. يعني مثلا اليوم مجلس محافظة بغداد كم عضو؟ 40 عضو، نحتاج إلى 21 عضو، يعني لابد أن يكون فردي، لا نحتاج إلى 40 وإلى 50 عضو. هؤلاء ماذا سيقدمون للناس؟ أنا أعتقد البنى التحتية أو البنى السياسية للنظام السياسي هو بناء هش يفتقد إلى عناصر القوة والانسجام والوئام بسبب الاستعجال وبسبب المحاصصة وبسبب التدخل الأمريكي الذي لم يجعل لدينا مؤسسات حقيقة وفق النظام الموجود داخل العراق، سواء النظام السياسي أو النظام الآخر داخل الدولة العراقية. نعم سيد عمران، ذكرت في مطلع حديثك أنه المجالس المحلية هي لتقديم الخدمات لمحافظاتهم، كيف سيكون مستوى الخدمات في ظل الحكومات الجديدة؟ هل ستكون قادرة على النهوض بواقع الخدمات؟ يعني المؤشرات الأولى ممكن أن تكون إيجابية، وخاصة وأنه أولا هناك ربما فسحة الأمن، أولا طبعا الفسحة الأمنية جيدة في العراق في هذه اللحظات، ربما هناك أيضا تفاهم وتوازن في بين القوى السياسية في الوسط والشمال والجنوب، حقيقة هناك غرفة مالية حقيقة، وهناك أيضا حكومة لهذه اللحظة حكومة مركزية جيدة تعمل بإيجابية عالية، لها قدرة على التفاهم والانسجام، يعني مد علاقاتها إلى القوى السياسية كافة والانسجام مع حاجات الناس يبدو لهذه اللحظة حقيقة. إذا طبعا تم ذلك هو كان مشفوعا بالتفاهم أيضا مع الحكومات المحلية بشكل عام، وأن تعمل الحكومات المركزية ومع الحكومة بشكل يعني أكثر وظيفي إذا جاز التعبير، أن يكون هناك تكامل بين الحكومات المحلية وبين المحافظات العراقية أيضا، ولا يكون هناك نوع من التشرذم في الأداء الحكومي على مستوى المحافظات. لكن سيد عمران نعم هنالك بعض المحافظات كانت يعني كانت لديها أمن مطلق، لكن لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع، لم تكن فيها أي خدمات، يعني لا خدمات خدمية يعني كالمستشفيات أو حتى الشوارع. صحيح نعم، قطعا هذه اللحظه طبعا هناك بؤس في موضوع الخدمات، هناك اشكال موضوع الخدمه حقيقه، قضيه اشكاليه استراتيجيه في اداره الدوله العراقيه حقيقه. يعني انا اتمنى ونرجو طبعا انه ينتقد العراق من الاداء السياسي الى الاداء الاداري، يعني موضوع تسييس العمليه الاقتصاديه بشكل كبير حقيقه، موضوع هذا خطير للغايه وهو نتج عنه التخلف في اداء الخدمات. أنا أتفق مع حضرتك، كثير محافظات بل حتى المحافظات التي يشاع أنها قدم فيها مستوى متقدم من الخدمات في البنى التحتية، أعتقد هو هذا أيضا أقل من مستوى الطموح، ولذلك أعتقد الآن كلما استطعنا أن نفصل بين المبادئ السياسية والمصالح السياسية والعلاقة بين العمل السياسي وعمل إدارة الدولة، وتحاول قدر الإمكان أن يكون استقلال في لدى القوى السياسية في تحصيل القوة والسلطة والنفوذ والمال، كلما استطاعت القوى السياسية أن تحيد هذه الأساليب في إدارة الدولة وتفصل بين الملف السياسي والملفات الاقتصادية والخدمية سيكون هناك نجاح. نعم وأنا أتفق مع حضرتك أن فعلا لهذه اللحظة يعني لا أستثني أي مدينة من المدن العراقية، نحن لا زلنا نعيش حقيقة مستويات رديئة ومتخلفة من الأداء والخدمات، البنى التحتية، تطور يعني ضعف الاستثمارات والكثير من هذا الكلام. ولذلك نعتقد الآن ربما نافذة التفاهم، نافذة الاستقرار الاقتصادي، الاستقرار السياسي، ربما قد نستطيع أن تبني الحكومة العراقية يعني جسور اقتصادية مع المنطقة حقيقة ومع الدول، وتغير علاقاتها خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية مع قوة التحالف من علاقات أمنية وسياسية إلى علاقات اقتصادية. هنا يمكن أن نقول
أن هناك أمل كبير في أن يتغير الوضع في العراق أقلها بالاتجاه الإيجابي. نعم سيد نجم، يعني بالحديث عن الاستقرار السياسي الذي تحدث عنه السيد عمران، هو عامل مهم في الحكومات المحلية، لكن يعني ماذا لو غاب الاستقرار السياسي اليوم في المجالس المحلية؟ كيف سيؤثر على واقع الخدمات عموما؟ يعني إلى هذه اللحظة لا نستطيع أن نقول استقرار سياسي 100%. الخلافات موجودة، يعني التيار الصدري الذي فاز في انتخابات 10/10/2021 تنازل على 73 نائبا وتنازل عن الحكومة وتنازل عن الوزارات، وهذا ما موجود ليس بتاريخ العراق، وإنما في كل دول العالم نسمع كتلة سياسية تحصل على عشرات المقاعد وستستطيع أن تحصل على أكثر من نصف الحكومة، أي الوزارات تنازلت، وهذا يعني التيار الصدري في أي لحظة يعود. ونتمنى من السيد مقتدى الصدر أن يتم إعادة التيار إلى المشاركة السياسية حتى تكون مساهمة ومشاركة حقيقية، لأن نظامنا السياسي والاجتماعي هو تشاركي تضامني. النقطة الأخرى، حتى داخل الكتل السياسية، أقصد هنا داخل البيوتات السياسية الشيعية السنية الكردية، ليس هناك استقرار، لأن ليس هناك ثقة. حينما تنعدم الثقة ينهار كل شيء، ليس على المستوى السياسي، حتى على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الأسري وعلى المستوى العمل. بالتالي نحتاج إلى مصارحة وصراحة أولا مع أنفسنا وثانيا مع الآخرين. النقطة الأخرى أنا دائما أكررها، اللي ما يمتلك الجرأة لا يستطيع أن يحقق إنجاز أو يتصدر، ومن لا يتصدر سيكون تابعا. اليوم الإنجاز والجرأة تتحرك يعني بمستوى واحد بالتوازي والتساوي. اليوم حتى المسؤول إذا يفتقد إلى الجرأة أعتقد يفتقد إلى الصدارة ويفتقد إلى الإنجاز ويفتقد حتى بثقة النفس أمام الآخرين. إذن الآن ما زال نظامنا السياسي يفتقد إلى الثقة مع بعضهم. نعم. بالتالي نعول على بعض القوى السياسية الجديدة خصوصا من الجيل الثاني والثالث أن يقدموا شيء للشعب العراقي، لأن الشعب طيلة السنوات الماضية وحتى قبل 2003 أعطى كل شيء ولم يحصل أبسط شيء. نعم، البحث في الشأن السياسي النجم القصاب وأيضا عضو دولة القانون عمران كاظم كنتما معي، شكرا جزيلا لكما. دعوات أكاديمية متواصلة لتعزيز الرقابة على جودة التعليم في العراق في ظل الجدل الدائر حول الكثير من الملفات، خاصة يتعلق بالدراسة خارج البلاد وما يحيط بها من مشكلات خاصة ما يواجهه الطلبة العراقيون في لبنان من ظروف غامضة تحيط بملف معادلة هذه الشهادات، حيث تجري السلطات اللبنانية تحقيقات مكثفة حول الفساد في هذه القضية. نتابع ثم نعود. قلق أكاديمي حول رصانة التعليم في العراق في ظل التهديدات التي تواجهه خاصة فيما يتعلق بملف الشهادات من خارج البلاد والمشكلات المتعلقة بالمصادقة عليها. وتظاهر عدد من الطلبة العراقيين أمام سفارة لبنان للمطالبة بالإسراع في معادلة شهاداتهم، وهو ملف أثار الكثير من الجدل خلال الأشهر الماضية إثر التحقيقات التي تجريها لبنان حول ملف معادلة الشهادات الذين يدرسون في الجامعات اللبنانية بعد التكشف فضائح فساد كبيرة أبطالها سماسرة وموظفون نافذون يقبضون أموالا طائلة مقابل تسريع معادلة تلك الشهادات. وتثار مخاوف من تهديد رصانة التعليم في البلاد وفتح الباب على مصراعيه لشراء ألقاب علمية أكاديمية بالأموال وتضييق الفرص على الآخرين من طلبة الكليات الحكومية وحرمانهم من حقهم في التعليم والحصول على الشهادات العليا. ولم تتوقف المخاوف عند التأثير على الرصانة العلمية والأكاديمية، بل حذر خبراء من استغلال تلك الفقرات في تهريب الأموال إلى الخارج.
وفي هذا المنشط ينضم معنا الأكاديمي والخبير التربوي السيد سعد الدراجي وأيضا طالبة الدراسات العليا نور الهدى رياض. أهلا بكما. أبدأ معك نور، ما المطالب الرئيسية التي رفعها الطلاب العراقيون خلال تظاهراتهم أمام سفارة لبنان؟ تفضلي. نعم، شكرا جزيلا، معكم نور الهدى رياض، شكرا على الترحيب. أهلا بك. إحنا اليوم نظمنا وقفة أمام السفارة اللبنانية للمطالبة بأهم مشكلة وأهم طلب، هو إكمال وتسريع معادلة الشهادات للطلبة العراقيين في لبنان. نعم. للوصول إلى نتيجة وعدم التسويف والمماطلة والتأخير، وذلك لإكمال الشهادات والمعادلات، لا سيما الإعدادية والبكالوريوس وصحة الصدور اللي تجي من بغداد من العراق، وأيضا الماجستير لطلبة الدكتوراه. طيب، كيف تمثلت تفاعلات السلطات العراقية مع مطالبكم أنتم الطلاب الموجودين في لبنان بشأن معادلات الشهادات؟ ألم تكن لديكم مطالبات للسلطات العراقية هناك وإلى السفارة العراقية في لبنان؟ نعم، احنا كان المطلب الاساسي هو المعادله، اكمال المعادلات وبعد متطلبات اخرى. طبعا احنا من سنه بلشوا الجانب العراقي والدكتور حازم بتوقيع بروتوكول جديد مع بين السفارتين، وذلك لتحقيق مطالب الطلبة وعدم التسويف. وتم توقيع بروتوكول على أساس الطالب المعادل، يعني الآلية القديمة $50 ندفعها احنا للتربية حتى تتم المعاملات، وذلك من أجل مشاكل اقتصادية في لبنان. وأيضا البروتوكول احنا الجديد اللي درس الدراسات اللي بلشت من 2021 22 23 اني من ضمنهم، $100 للاعداديه والبكالوريوس. بصراحه اكو تسويف، بصراحه اكو تاخير، مشاكل بين الجامعه والتربيه، مشاكلنا بصراحه كلها يم التربيه، المعتمد مدى يحصل امور، مدى يحصل اجوبه، مدى ترفع، صار تقريبا 5 اشهر عندهم مشاكل هناك خاصه بهم. بصراحه هذه المشاكل اثرت علينا، انه المشاكل من قبل من؟ من قبل الجامعات اللبنانية؟ داخل التربية. نعم، داخل التربية بصراحة ما أريد أذكرها. هذه المشاكل أثرت علينا أنه إحنا مدى نحصل معادلاتنا. أيضا إحنا قبل البروتوكول كانت أكو مشاكل، وبعد البروتوكول أيضا صارت مشاكل، يعني حتى الدكتور لما يتواصل وياهم مدى نحصل أي نتيجة، حتى المبالغ المستحقة اللي علينا اللي إحنا كلها وفيناها للجامعات ما صار أي نتيجة وأي جواب. نعم، يعني هل تعتقدين أنه الموضوع مادي؟ هل تلك الجامعات تطالب بأموال من الطلبة لكي تصدر لهم تلك الشهادات أو معادلة الشهادات؟ بغض النظر انه هي جامعات رصينه، بغض النظر انه احنا بصراحه من بلشت 2021 نهايتها بلشت الدراسه مدمج، وكل طالب الانساني مطالب ب4 اشهر والعلمي مطالب ب6 اشهر، احنا كل المبالغ المستحقه علينا دفعناها، ايضا كل الاقامات، بعض الطلبه اللي ما يكمل ما هو اصلا ما راح يقدر يعادل، فاحنا كل المستحقات اللي علينا دفعناها وكل الاقامات، وايضا اني شخصيا 3 كورسات والكثير من الطلبه 3 كورسات احنا نمتحن داخل الجامعه، وكل كورس 9 مواد و5 مواد و7 مواد نمتحنهن ونخلصهم على اتم وجه. فالدراسه رصينه بصراحه، احنا مشاكلنا مو الدراسه، احنا مشاكلنا المبالغ الماديه اللي يطلبوها، وحسب وهسه راح اجي بعد المبالغ الماديه، وايضا الاداره هناك، الاجراءات الاداريه هي مشكلتنا بصراحه. يعني هسه احنا قرار جديد اجى قبل شهرين انه اللي ما معادل شهادته المعادله البكالوريوس والإعدادية والبكالوريوس ما معادلهم لحد الآن، راح يفتح، يضطر أنه هو ما يناقش رسالته، ينتظر. هذا الانتظار راح يولد أنه إحنا يصير علينا كورس إضافي وندفع أيضا $1,500 أو $700 حسب كل واحد كورس إليه. يعني أما موضوع التهريب أو موضوع أنه يأخذون مبالغ ما أعرف، لا ماكو هيك شيء. إحنا المبالغ اللي طلبوها من عندنا لغرض الدراسة، صح أكو
اكو اوكي استغلال نوعا ما، لكن كله لاجل الدراسه بحجه انه الطالب هو موجود يمهم يدفع مبالغ اضافيه حتى هو يكمل دراسته. يعني نور تعتقدين انه متعمده الشؤون تلك الشؤون الاداريه، نعم الشؤون الاداريه التاخير في 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 اصدارها، هل تعتقدين انها متعمده؟ نعم متعمده، متعمدة، لأنه هو الوضع مالتهم الاقتصادي بصراحة عندهم مشاكل اقتصادية. أما إذا هو حتى الابتزاز اللي صار هو بس خاص بالطلبة، والمبالغ اللي طلبوها خاصة بس بأجور الدراسة، غير ذلك أنا بصراحة مو مسؤوليتي أنه أتحدث عليه. نعم طيب نور، شكرا لك. نور الهدى رياض، طالبة دراسات عليا. هذا ومنذ أيام تعيش الأوساط الأكاديمية في العراق ضجة واسعة إثر التحقيقات التي تجريها لبنان حول ملف معادلة الشهادات للطلبة العراقيين الذين يدرسون في الجامعات اللبنانية، بعد تكشف فضائح فساد كبيرة أبطلها سماسرة وموظفون نافذون يقبضون أموالا طائلة مقابل تسريع معادلة تلك الشهادات. السلطات اللبنانية أوقفت رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات أمل شعبان مع عدد من الموظفين الذين يعملون في مكتبها، إذ أشارت وسائل إعلام اللبنانية إلى وجود نحو 30 محضرا أمام القضاء الذي أصدر قرارات بحق موظفين ومعقبي معاملات وسماسرة. وأيضا ينضم معنا في هذا المنشط الأكاديمي والخبير التربوي السيد سعد الدراجي. أهلا بك سيد سعد. يعني هي ليست المرة الأولى التي يتظاهر فيها الطلبة العراقيين أمام المؤسسات الرسمية اللبنانية، والسبب كما ذكرت إحدى الطالبات هو تأخير إجراءات منحهم الشهادة ناهيك عن وقوعهم في فخ السماسرة ومعقبي المعاملات. ما هو الحل لهذه المشكلة؟ تفضل. حياك الله، شكرا على الاستضافة، شكرا على الشرقية على متابعة هكذا ملفات تهم أبنائنا الطلبة الذين وقعوا في مشاكل كثيرة خارج العراق بسبب الدراسات العليا. حقيقة مشكلة الجامعات اللبنانية هي مشكلة الجامعة الإسلامية في لبنان. هذه من الجامعات حقيقة اللي كان معترف فيها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولكن يبدو أن الجامعة قد أخلت بالشروط التي وضعتها وزارة التعليم، لأن وزارة التعليم العالي تضع شروط معينة للجامعات المعترف بها والموصى بها من قبل الوزارة، وبالتالي هناك مؤشرات على أنه حصل خلل في إدارة الجامعة بقبول أعداد كبيرة من الطلبة، وبالتالي تم سحب الاعتراف منها. بعد تم سحب الاعتراف صارت هناك مشكلات، تغيير أولا تغيير رئيسة الجامعة بوقتها وتغيير الاستاف الموجود كله بالإدارة، هذه كلها دفع ثمنها الطلبة الذين هم تم قبولهم في تلك الفترة، وبالتالي الجامعة خلال هذه السنتين كانت تحاول أن تعالج المشكلة لكي تعود إلى وضعها الطبيعي ووضعها المعترف به من قبل الوزارة. فالآن على طلبتنا أن يحاولون جهد الإمكان أن يأخذون حقوقهم ويبتعدون، وهذه المشكلة هنا من يقعون تحت طاولة المكاتب وهؤلاء السماسرة. الآن الجامعات المفروض يصير قبولها بشكل مباشر، الطالب بشكل مباشر مع الجامعة، أو يكون للجامعات مكاتب معترف بها وموصى بها في العراق ويشرف عليها أو تشرف عليها الوزارة، لكي لا نقع بهكذا خطأ وقع به أبنائنا، وبالتالي هناك ابتزاز، هناك وقت ضائع، الكثير منهم قد بذل جهد. أنا أعرف الجامعة وزائرها الجامعة لمرتين، فالمشكلة الآن المشكلة بالسماسرة، المشكلة بالوسطاء،
الجامعة تحاول جهد الإمكان أن تحل كل مشاكل هؤلاء الطلبة لكي تستعيد مكانتها مرة أخرى. يعني كيف يمكن إذن ضمان جودة التعليم في ظل هذا الإرباك سماسرة وابتزاز أيضا كما تحدثت، ألا يؤثر على مستوى التعليم بشكل عام في العراق؟ نعم يؤثر، ولكن مو مسؤولية الوزارة. يعني الوزارة الآن تعطي اعتراف لهذه الجامعة وتلك، تبقى الجامعات. يعني احنا الآن المفروض نخاطب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات الموصى بها ينبغي أن يكون لها مكاتب حصرية معترف بها ومراقب عملها من قبل الوزارة، لكي لا نقع بالخطأ الذي يقعون به الآن. إذا لم يكن هناك مكاتب موصى بها يبقى النصب والاحتيال ويبقى كذا. فالوزارة الآن هي ما مسؤولة عن تلك الفترة من التخبط اللي طلابنا قسم راحوا إلى لبنان، قسم قبلوهم عن طريق شركات، قسم عن طريق مكاتب، قسم إلى آخره، قسم هم طلبة هناك بدأوا يقبلون زملائهم، هذه ما مسؤولة عنها الوزارة. وبالتالي الوزارة الآن ممكن أن تحدد مكاتب خاصة موصى بها، نعم، لكي لا نقع مرة أخرى تحت طاولة الابتزاز، نعم، ولا يؤثر ذلك على مستوى التعليم. نعم هذا الحديث، نعم، عن الدراسات خارج العراق، لكن هنالك من يدعو، نعم، إلى فتح مجال أوسع وأنا منهم لإكمال الدراسات العليا، نعم، داخل العراق بدل ذهب الطلبة إلى الخارج وتكاليف الدراسة التي يمكن الاستفادة منها في الداخل. كيف ترى هذا الطرح وتلك الدعوات؟ نتمنى ذلك، وأنا أضم صوتي إلى صوتك. بإمكان الآن الوزارة أن تفتح أكاديمية للدراسات العليا وتخفف هذا الزخم، وبالتالي تحمي العملة الصعبة التي تذهب إلى دول الجوار، وتكون هذه الأكاديمية تحت إشراف وزارة التعليم العالي وبشروطها المطلوبة للاعتراف، وبالتالي هنا نقلل من قيمة هذه الجامعات بالخارج ونرفع مستوى التعليم لدينا في العراق، ونعطي فرصة لأبنائنا أن يتعلموا في بلدهم. لدينا علماء، لدينا أساتذة، لدينا مختصين الآن المتقاعدين ما شاء الله لديهم خبرة كبيرة في إدارة هكذا نوع من الجامعات. فأنا أضم صوتي إلى صوتك وأدعو الوزارة إلى أن نعتمد الدراسات العليا داخل العراق بدل أن نعتمد على الجامعات التي سببت مشاكل وويلات لأبنائنا. يعني كانت الجامعات العراقية في السابق بالمراتب الأولى عالميا، كيف يمكن للتعاون بين الجانب العراقي وبقية الدول للحد من ظاهرة تزوير الشهادات وأيضا كتابة الأبحاث لقاء بدل مالي؟ نعم هذه مشكلة كبيرة جدا. نعم التعليم كان بمستوى عالي جدا، ولكن جنابكم تعرفون أن اليوم من 2003 إلى اليوم نحن تحت طاولة الاحتلال وتحت طاولة الإرهاب وتحت طاولة الفساد وغيرها. الآن نتمنى بعد أن حصل نوع من الاستقرار النسبي، نتمنى من الحكومة، من وزارة التعليم العالي، أن تتبنى استراتيجية لرفع مستوى التعليم في العراق، الاهتمام بالدورات، الاهتمام بتدريب الأساتذة خارج العراق، لكي نرجع بالتعليم العالي إلى موقعه الذي كان كثير من طلبة الدول العربية يدرسون عندنا في العراق. وأنا قد درستهم من تونس ومن الأردن ومن اليمن، كانوا لدينا في جامعات العراق. الآن العراق بعد هذا الاستقرار النسبي لابد له أن يهتم بالتعليم العالي ويخلص أبنائنا من التزوير. وأيضا هذه مشكلة كتابة الرسائل موجودة مو فقط خارج العراق وإنما حتى داخل العراق، وتوجد مكاتب المفروض لدينا جهات رقابية على هذه المكاتب وعلى الأساتذة الذين يكتبون لهؤلاء الطلبة. نعم سيد سعد. وبالتالي لا نسمح، نعم. يعني كثير من الطلبة الحاصلين على الشهادات العليا ولكن اليوم هم دون عمل، ما الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان أن تتوافق أعداد الطلاب الحاصلين على تلك الشهادات العليا من خارج العراق مع القدرة الاستيعابية لمؤسسات ودوائر الدولة لغرض حصولهم على فرصة عمل؟
أمام هذا الكم الهائل وأمام هذا القبول وأمام هذا الانفتاح على الجامعات في دول الجوار، لا أعتقد الوزارة أو الحكومة قادرة على تعيين هكذا أعداد. وبالتالي أصبحت لدينا الآن أعداد كبيرة جدا من حملة الشهادات العليا هم لم يحصلوا على تعيين، وبالتالي لابد من تقنين القبول في الدراسات العليا. هسه راح يزعلون علينا طلابنا واللي عندهم هدف، احنا مو بالضروره اذا كان ليس بكل دول العالم مو من واجب الحكومه ان تعين الجميع، وانما توجد فرص، هناك تقاعد، هناك كذا، ممكن ان يصير تغيير في بعض الجامعات، فتح جامعات اخرى. يعني هنا ممكن يتم التعيين كما المثل العراقي. نعم. كما المثل العراقي الذي يقول نجحها واشرب ميها. الأكاديمي والخبير التربوي السيد سعد الدراجي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. تشير آخر الأرقام إلى أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين ارتفع إلى أكثر من 5 مليارات شخص، أي نحو 62.3% من سكان العالم، حيث استندت الإحصاءات الأخيرة إلى أرقام الشركات المختصة، حيث ارتفعت الأعداد عن العام الماضي وبنسبة 5.6%. مختصون يرون أن التقدم التكنولوجي الحاصل أثر بشكل كبير على جوانب من حياة البشر، وكلما ازداد هذا التقدم أثر في تغيير نمط حياة الأشخاص، ومع الاعتماد المتزايد على الإنترنت أصبح استخدام منصات التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا للتواصل اليومي واستقبال المعلومات لكثير من الأشخاص في العالم. فهناك من يستخدم هذه المواقع وسيلة للترفيه وتقضية الوقت، وآخرون أدركوا مدى قوة وسائل التواصل الاجتماعي فاستخدموها بشكلها الفعال. إذن أحدثت وسائل التواصل الاجتماعي تحولا كبيرا في طريقة تفاعل البشر مع بعضهم البعض، وبحسب دراسة نشرت مؤخرا ارتفع عدد مستخدمي هذه الوسائل إلى أكثر من 5 مليارات شخص، مما يمثل نسبة تقارب 62.3% من سكان العالم. وفي ظل هذا الارتفاع الكبير يطرح التساؤل حول الأثر الإيجابي أو السلبي لهذه الظاهرة على حياة البشر وعلى تواصلهم مع بعضهم البعض. من الناحية الإيجابية يمكن القول إن وسائل التواصل الاجتماعي أقربت البشر إلى بعضهم أو قربت البشر إلى بعضهم البعض بشكل لم يحدث من قبل. تمكنت هذه الوسائل من تخطي الحدود الجغرافية والثقافية، مما جعل التواصل بين الأفراد في أقصى أنحاء العالم أمرا ممكنا. يمكن للأفراد الآن تبادل الأفكار والتجارب بسهولة والتواصل مع أصدقاء وعائلاتهم بغض النظر عن المسافات الجغرافية، مما يعزز التواصل الاجتماعي والترابط الإنساني. علاوة على ذلك، ساهمت وسائل التواصل في تحسين الوعي بالقضايا الاجتماعية وأيضا البيئية، حيث يمكن للأفراد نقل المعلومات والحملات التوعوية بشكل فوري وفعال، كما قد يؤدي التعامل المفرط بها إلى الانعزال الاجتماعي، حيث يمكن أن يعيش الأفراد في عالم افتراضي يختلف تماما عن العالم الحقيقي، فضلا عن أن انتشار الأخبار المضللة والمعلومات غير الدقيقة يمكن أن يؤدي إلى تشويش في الرأي العام وتأثير سلبي على القرارات الاجتماعية والسياسية. وفي هذا المنشط ينضم معنا الباحث أو الخبير التكنولوجي السيد محمد مقدادي. أهلا بك سيد محمد. كيف يمكن تفسير ارتفاع عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بهذه النسب المرتفعة بشكل كبير؟ تفضل. نعم، طبعا لما نيجي نحكي عن وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا لما نيجي نحكي عن الترابط اللي موجود اليوم ما بين نحكي الجغرافيا اللي موجودة ما بين الناس، وحتى اليوم الانترنت ووصوله كتكنولوجيا إلى جميع بقاع العالم، هذا بيزيد من نسبة الناس اليوم اللي راح يقدروا يشبكوا على الانترنت ويستخدموه.
فاليوم احنا لما نيجي نحكي عن شركات كبيره زي ستارلينك على سبيل المثال اللي عم بتزود مناطق ما كان فيها انترنت صار فيها موجود الانترنت اليوم وبدون ان يكون في اي كيبلات اليوم من طريق الاقمار الصناعيه بامكانها كثير ناس تشبك انترنت. فهذا سبب الازدياد الرئيسي اللي هو من ناحيه اللي هو استخدام التكنولوجيا لانها صارت موجوده بكل شيء بحياتنا اليوميه وحتى في عملنا والذكاء الاصطناعي كمان زاد من استخدام الناس للامور اللي علاقه بمواقع التواصل الاجتماعي وطبعا اللي هو السبب اللي هو ازدياد الوصول الى الانترنت الكونكتيفيتي احنا بنسميها وخصوصا في بقاع من الارض ما كان موجود فيها انترنت اصلا. نعم يعني اكثر من نصف الكره الارضيه اليوم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، هل هنالك تاثيرات سلبية تقف وراء هذا الارتفاع الملحوظ أيضا ترتبط بعدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم طبعا الخوف اليوم من مواقع التواصل الاجتماعي هو احنا دائما بنحكي هو قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. اليوم من أحد المشاكل اللي بيعانوا منها صراحة وخصوصا الأهالي مع الأطفال والفئات العمرية الصغيرة في العمر اليوم بنحكي عن الإدمان، إدمان مواقع التواصل الاجتماعي وقضاء الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي في أمور ممكن ما بتفيد هذا الولد الصغير بأمور بحياته، هذه ممكن تشكل مشاكل وخصوصاً اللي هي شفنا في حالات مرضية زي التوحد، حدا بده يضل قاعد على السوشيال ميديا، حدا يعتقد إنه حياة السوشيال ميديا أفضل من حياته الواقعية، فهذا الإشي بيخلق عنده اللي هو أحد الأعراض والأمراض اللي ممكن تصير خصوصاً الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي. ومنها كمان اللي هي إدمان الألعاب لأنه اليوم الألعاب صارت موجودة كمان على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن لما نيجي نحكي عن النعمة اللي زودتنا فيها مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان التواصل اليوم بإمكانك تسافر على أي بلد افتراضيا بدون ما تكون موجود فيه، كانت تتعرف على هاي البلدان بدون ما تكون موجود فيها، على الحضارات أمور علمية، أنك تستثمر وقتك اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي تعلم مهارة تتعلم شغلة علمية جديدة، هذه كل الأمور ممكن تستفيد منها. فهو ما بين نعمة وبين نقمة ويجب أن يتم تنظيمه سواء من الأهالي أو يتم تنظيمه من الحكومات أو مواقع اللي بيشتغلوا فيها الناس مواقع العمل. نعم يعني مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الألعاب والتطبيقات الأخرى تسبب الإدمان مثل ما ذكرت حضرتك، لكن الإدمان ليس فقط مقتصر على الأطفال، الكبار اليوم هل هذا الإدمان يعني يؤثر ويكون هنالك تبعات اقتصادية ومالية، وكيف لهذا الارتفاع في عدد مستخدمي تلك المواقع وأيضا الألعاب يؤثر، ومن هو المستفيد الأكبر من هذا الإدمان وهذا الارتفاع؟ طبعا المستفيد الاكبر هو بيحدد الشخص ايش لازم يعمل بحياته وكيف يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، فقد يكون المستفيد الاكبر اللي هو المستخدم اللي عم يستخدم هاي التكنولوجيا ولكن بطريقه صحيحه بانه يزيد من درجه الادوكيشن درجه العلميه اللي موجوده بانه ياخذ سكيلز مهارات ما كانت موجوده في حياته من قبل وهذا ممكن يغير حياته ويخليه انسان مختلف هذا ان استخدمه بطريقه صحيحه يعني. طبعا هلا المستفيد الاكبر بيكون في حال لم يستخدمه بالطريقة الصحيحة فهي الشركات أكيد، واليوم هذا هنا بنيجي نحكي عن عنصر اللي هو احنا بنسميه اللي هو مدة قضاء الوقت على السوشيال ميديا، وهي من الأمور كمان اللي يتم يعني حسب احنا بنحكي عن وي ار سوشيال هي شركة عالمية مختصة في مواقع التواصل الاجتماعي ورقابة مواقع التواصل الاجتماعي، فتحكي اليوم انت مثلا تيك توك في معدل 34 ساعة شهريا يتم قضاء الوقت للشخص الواحد على تيك توك على سبيل المثال. نعم. فأنت قاعد تحكي عن ما يقارب اللي هو 4 أيام من حياة الشخص شهريا يقضيها فقط على مواقع التواصل الاجتماعي لو افترضنا أن الإنسان بيعيش يومه 8 أو 12 ساعة في اليوم. اليوم لما نيجي نحكي عن في المرتبة الثانية عندنا يوتيوب على سبيل المثال في 28 ساعة، فأنت تحكي مدة القضاء على مواقع التواصل الاجتماعي تخدم الشركات وخصوصا في الإعلانات. يعني أنا طول ما أنت موجود عم تستخدم هاي المنصة وأنا عم بعرض لك إعلانات كمنصة أنا عم أربح منك لأنه في معلنين بهمهم المشاهدة. نعم طيب ذكرت في مطلع حديثك أنه لتطورات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز أيضا أسهمت في زيادة استخدام تلك المواقع، كيف ممكن أسهمت؟ نعم اليوم في كثير من الناس ما كانوا مقتنعين في مواقع التواصل الاجتماعي، كان يحكي لك مواقع التواصل الاجتماعي هي لله هي ليست امر مهم، انا في عندي شغلي اهم منه صح؟ اليوم انا اذا بحكي عن الشات جي بي تي خصوصا وبجوز مستغرب من اكثر الامور التي يتم عليها البحث اليوم اللي هي شات جي بي تي. نعم. شات جي بي تي هي تقنية تشتغل على الذكاء الاصطناعي بإمكانها أن تحل لك مشاكلك وحتى بإمكانها تشتغل لك شغلك. فاليوم في كثير ناس اللي بيشتغلوا بالشركات اللي ما كان في لهم
أي نوع من المصالح باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي صاروا يضطروا يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً مع تشات جي بي تي ودمج مواقع التواصل الاجتماعي مع الذكاء الاصطناعي صار يعطيهم هدف أنه يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، وبهيك حتى زاد عدد المستخدمين. واليوم لما منتفرج على ويكيبيديا أكثر كلمة تتم البحث عنها في ويكيبيديا هي تشات جي بي تي. نعم. فالذكاء الاصطناعي سيكون له نمو كثير كبير ورح يعكس على زيادة الناس، كمية الناس اللي عم تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، خبير التكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات السيد محمد مقدادي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وأيضا أنتم مشاهدين ألقاكم في منشطات أخرى، إلى اللقاء.